وبفقرتنا الأخيرة رح نروح لإدارة الوقت. كلنا بنعرف إنه الصيف بلش، وأكيد هلأ بهذا الوقت، هلأ كمان اليوم البكالوريا بلشت عندهم صيفية جديدة. عفاف يمكن كان قلقان وخايف، ما عم يقدر يروح لمكان، هلأ بلشت عنده، خصوصا الناجح مثل ما بيقولوا بيكون ما نعاطي فرحته لحدا. إدارة الوقت وأهمية طبعا كيفية التعامل مع الأهل، مع أطفالهم وطلابهم وأولادهم بمختلف المجالات. خلينا نتعرف أكثر كيف ممكن يقضوا هذا الصيف ونشاطات مفيدة. طبعا كل هاي المعلومات وغيرها من الاستفسارات رح نطرحها على ضيفنا بالاستوديو، الأستاذ صفوان الحموي، وهو ماجستير في إدارة الأعمال. أهلا وسهلا فيك أستاذ، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير، وإن شاء الله عام مبارك جديد الهجري بكون مبارك علينا وعلى كل وانت بخير. يسعد صباحك أستاذ، صباح وأكيد عام مبارك عليك وعلى جميع المشاهدين. خلينا بالبداية نروح للأوقات الفراغ يلي هلأ رح تكون كتيرة بالنسبة لكتير من الطلاب يلي أنه عامهم الدراسي، وهلأ كمان طلاب البكالوريا، بحيث أنهم يستمتعوا بالعطلة، ما ينحرموا منها، كمان ياخذوا فترة استراحة، وبنفس الوقت وقت الفراغ هاد كيف ممكن هيك يستفيدوا منه شوي؟ طبعا يعني مفهوم إدارة الوقت يعني مفهوم كتير مطروق وكتير عم ينحكى فيه، للأسف هو مقترن بالعمل، مقترن بالإنجاز. يعني نحن وقت نحكي عن إدارة الوقت دغري بينصرف الذهن أنه أنا بدي أشتغل، أنا بدي أتعب، أنا بدي أجتهد. هذا مفهوم الحقيقة خاطئ. يعني هو مفهوم إدارة الوقت، يعني مشان هلأ أنه الطلاب أو هيك الأبناء وقت بيسمعوا هذا الكلام دغري بيطفي التلفزيون، بيقول لك أخي بدنا ننام هلأ، ما بدي أشتغل، لا بدي أدير وقتي ولا بدي نام. الحقيقة هي الفكرة لا، ما لها علاقة بس فقط العمل. حتى أثناء الإجازة وأثناء الاستمتاع وأثناء وقت بدي أعمل نشاطات ترفيهية، أنا بحاجة إدارة الوقت. فهي إدارة الوقت ما لها متعلقة فقط بالعمل والإنجاز والجد اليوم إدارة الوقت بتسمح لي بفترات راحة أكثر، إدارة الوقت بتسمح لي بفترات استمتاع أكثر، إدارة الوقت بتسمح لي أني لاقي وقت لألعب ولأرتاح وما أسمع كلام وبهدلة وخناق وهيك. فاليوم أنا فعلا بحاجة إدارة الوقت، وخاصة هلأ نحن كثير هيك عم نركز شوي على فئة الطلاب اللي هلأ بعطلة الصيف، اللي هي ممكن أنه في ناس أول ما يفوت بعطلة الصيف خلص بسكر عن كل شيء، أنه أنا مالي مستعد أنجز أي شيء من أي نوع. يعني بيطلع من عطلة الصيف بنسأله أنه أنت انبسطت؟ بيقولك لا. طب ما أنت ما ساويت شيء على أساس أنه بدك تلعب وتفرح؟ أي ما لعبت ولا فرحت. فهون نحن عم نقول أنه بإدارة الوقت نحن بحاجتها. شو يعني مفهوم، خليني أقول أكثر شيء أنا يعني مهم بالنسبة لي، ليش أنا بدي أتعلم إدارة الوقت؟ أول شيء تبني لي ثقة بالنفس. يعني أنا اليوم وقت بدي أكون عم دير وقتي بشكل صحيح، بحس حالي أنه أنا يعني عم حاول عم استفيد من وقتي كله وعم حقق الشيء اللي أنا بدي إياه. فهي بتبني لي ثقة بالنفس وبتحقق لي رغباتي. فاليوم أنا وقت بدي حاجة، حتى نحن الناس الكبار وقت أنا بدي أطلع إجازة مثلاً هلأ على الساحل أو على غيره أو لوين ما كان، بدي إدارة الوقت لحتى فضي وقت معين، يومين ثلاثة خمسة، لحتى أقدر أنقطع عن العمل وأطلع لهي الإجازة. فإذا بتعمل لي ثقة بالنفس، بتحقق لي أهدافي، بتخفف لي الضغوط، لأنه كثير نحن اليوم بحالة توتر بين الأهل وأولاده مشان هي القصة، انه انت ما عم تساوي شيء، انت ما عم تنجز شيء، انت ما عم تشتغل شيء. فبتخفف لي هي الضغوط كمان والتوترات يلي بيني وبين اهلي، اذا قدرت انا فعلا اني ادير الوقت بطريقه مرضيه لكل الاطراف، انا انبسطت وهن انبسطوا. اكيد. فهذا الشيء نحن ممكن انه يعني نقول ليش اهميه اداره الوقت ومفهومها الصحيح اللي ممكن انه نتعلم عنه. اكيد. استاذ خلينا ناخذ فكره كمان، بعض التفاصيل الصغيره هي مع الوقت بتعمل هي العاده عند الناس، وهي يمكن ببلشها الاهل بشكل هيك عفوي من دون ما يكونوا قاصدين، انه شو عم تعمل ام دروس؟ ليش قاعد عم تفرج على التلفزيون ام دروس؟ فهو بحس انه وقته كله محصور بالدراسة فقط، فلما بتنتهي الدراسة معناته أنا ما عاد في حدا يقدر يكون حسيب ورقيب علي، أنا تخلصت من كلمة قوم دروس شو عم تعمل. بس يعني هي التفصيلة كتير مهمة، وغيرها من التفاصيل اللي بيعاني منها الطالب لحتى بيكره إنه شيء اسمه جدول دراسة، تنظيم، بحس إنه هي قيود. كيف ممكن نوصل هي الفكرة من دون ما يحس إنه هو مقيد
انه انا من هي الساعه لهي الساعه اذا ما عملت هيك معناته رح تصير مشكله، اذا بس لازم اخذ راحه بس بهذا الوقت. في عدة تقنيات يعني مشان نحن نتعلم على هاي القصة، والحقيقة هي بحاجة لتعاون من الطرفين، يعني هي بحاجة لتعاون من الأهل ومن من الأهل أكثر طبعاً. طبعاً من الطرفين، يعني الأهل طبعاً لأنه هنا عم يديروا القصة بالتأكيد. فنحن أول شغلة أو مو أول شغلة، خلينا نبلش بالشغلة اللي أنت قلتيها، نحن بحاجة المرونة كثير بهاي القصة. يعني أنا اليوم تنظيم الوقت ما هو وبالذات بالنسبة لأبنائنا، يعني ما هو شيء حرفي انه انا من الساعة 3 للساعة 5 بدك تعمل هيك، من الخمسة للمدري قديش بدك تعمل هيك. فيني نظم على كمية العمل، يعني انا فيني اقول انه نحن اليوم في عندي مثلا كذا درس علوم، على كذا درس مدري شو، على وفي عندي استراحة. في تقنيات ممكن تبع 30 بـ5، يعني شو 30 بـ5؟ انه دراسة 30 دقيقة واستراحة 5 دقائق أو 10 دقائق هيك، يعني مشان ما يحس الابن أو الطالب. نحن عم نقول هلأ الطلاب يعني لسه بكير، لسه على ما يبلشوا، عم نحكي هلأ بالصيف، هلأ نحن شو بدهم يساووا بالصيف. بالأوقات يعني اللي بدهم ينجزوها أنه ما يكون أنا في عندي شيء حرفي كثير كثير، فبدي يكون عندي مرونة بالبرنامج وقت بتتعامل مع أولادي. اثنين، في موضوع الأهمية، يعني أنا اليوم في جدل كبير بهي القصة، الشيء المهم للأهل مو بالضرورة يكون هو الشيء المهم للطفل أو للابن. يعني فبدي أنا أعمل موازنة بالأمور المهمة بالنسبة بيني وبينهم، أنه أنا بدي مرق شغلة مهمة لإلي وبدي مرق شغلة مهمة لإله. فأنا بالنسبة لإلي المهم أنه هو لنفرض أنه يشتغل هلأ بالصيف، أنه لازم تشتغل، لازم تعتمد على نفسك، لازم تعمل شيء. مثلا البنت لازم مثلا إما تشتغلي أو تعملي دورة أو تعملي شيء، ما هذا بالنسبة لإلي. طب شو هو اللي بالنسبة لإلها؟ أنا سألت حالي هذا السؤال. فلازم أنا موضوع المرونة، موضوع الأهمية، أنه وازن بالأهميات بيني وبين ابني لحتى كمان أنا يرد علي. اما اذا بس بدي الشغلات المهمه بالنسبه لإلي، بالنسبه له انا مالي سائل انه هو شو اهتماماته او شو حابب انه يساعد. وقت بمر انا شغله بشغله بتمشي الامور، ما بيكون انا اللي عم مر انا بس اللي انا بدي اياه. شغله كمان مهمه كثير موضوع يعني ايجاد فترات استراحه، يعني ما يكون في انه دائما انه انا البرنامج هو يعني انا حاطط لك مبرمج لك يومك من الصبح للمساء. نترك وقت حر، يعني انه هذا وقت انه خلص الابن يساوي فيه شو ما بده، مو شرط يكون مكتوب. يعني احيانا كثر التنظيم بينفر هيك بملل يعني. فانا بشوف انه هلا ابني انه عم يلعب او ملتهي او مع رفقاته، بغض نظر يعني مثل ما تفضلتي هلا قبل شوي، فعلا شغله بتعمل كثير ازمه، انه كل ما بشوفه قاعد بقول له قوم دروس مثلا، كل ما بشوفه قاعد قوم اشتغل، كل ما بشوفه قاعد قومي اجلي، اتركها اتركه يعني مالي، وإذا قعد شوي ما في مانع يعني غض الطرف. ومو شرط إنه يكون نحن عندنا تنظيم يعني خلينا نقول هيك يعني مسكر كل شيء، يعني ما تارك ولا دقيقة حرة يعني. فكمان هذا موضوع كثير مهم إنه يكون في يعني في أريحية، ما يكون إنه يعني مستهلك الوقت كلياته البرنامج اللي أنا عامله. موضوع مهم آخر، لازم يكون في يعني أنا لازم أنا أقعد مع ابني أو بنتي ونتفاهم على هاي القصة. يعني ما بده يكون هو البرنامج هو فرض، يعني أسلوب الحياة بده يكون فرض إنه أنتوا لازم تعملوا هيك، أنتوا لازم تنجزوا هيك، أنتوا لازم تساووا هيك. فهذا كمان بشكل حالة من النفور، يعني لازم يكون في نوع من التشاركية بإدارة الوقت بيني وبين أبنائي. ما لازم يكون إنه هو بس من جهتي أو من قبلي فقط أنا اللي عم حط شو لازم يصير. حتى بتوزيع المهام داخل المنزل أو في العمل لازم يكون في تشاركية. يعني ما لازم، أحيانا في بعض الأهل بيكون في مثلا هيك حدا مروته قوية وبيحب الشغل وكذا، وحدا كسلان، فمروح منرك على مين نحن؟ على الشغيلة أو الشغيلة اللي هن، أو مثلا بنت وصبي مثلا، أعمال المنزل إنه لازم تقوم فيها البنت، ما بيصير الصبي. طبعا والصبي ما عم يساوي شيء أصلا، إنه هو ما عم يشتغل، فإنه ليه لحتى ما يشارك بأعمال المنزل؟ عم يأكل، فشو المانع إذا حط الأكل وقامل الأكل؟ شو المانع إذا جلى؟ شو المانع إذا يعني، وخاصة إنه هو ما عم يعمل شيء تاني، انه مو هو والله هل كان بالشغل وجاي باخر النهار فارط وعم بقول له اشتغل بالبيت، ما هو قاعد يعني بالبيت. صحيح. فبده يكون في تشاركيه بالاداره، بالمهام،
بالمسؤوليات لحتى ما يكون في طرف على حساب طرف وطرف يحس حاله انه هو مضغوط كثير كثير وطرف سايب يعني عم يسايب شو ما بده. خصوصا انك ذكرت كلمه الاريحيه بين قوسين اللي لازم كثير الاهل يتعاملوا فيها مع ابنائهم، ولكن الى حد ما كمان وباداره طبعا من الاهل، لانه طبعا الطفل او المراهق يمكن هو ما كثير بيعرف يكون مدير بهذا العمر ويدير حاله وقته، ولكن الاهل هن المسؤولين عن هذا الشيء. مع هي الاريحيه كيف ممكن انه هذا الوقت ما يروح سدى وفراغ، او يدخل الطفل او المراهق فيه بحاله خمول ان كان عقلي او جسدي؟ كثير حلو هذا السؤال، عن جد بتشكرك. نحن ما عندنا خطه. الاهل ما عندهم رؤيه، ما عندهم استراتيجيه، ما عندهم انه انت يعني ابنك او بنتك شو بدكم، بدي اياه يطلع دكتور او تطلع دكتوره، او طبعا شلون بدنا نوصل لحتى يطلع دكتور او دكتوره او مهندس او مهندس، يعني شو ما عندنا. نحن بنعرف شو بدنا، بس انه شلون بدنا نوصل لهي القرنه ما بنعرف. فلذلك مثل ما تفضلتي، نحن من هون لنوصل لهنيك اذا وصلنا نحن بحاله ضياع، ما يعني انا ما عندي خطه يوميه. فلذلك كثير كثير ضروري الاهل يكون في عندهم رؤيه، يعني هن عارفين شو عم يساووا، يكون في بعض يعني الانشطه، بعض التدريبات، بعض الامور يلي بتهمه بالمجال اللي توصلني للهدف اللي انا بدي اياه. كثير ضروري هذا الكلام، ضروري كثير انه اكون انا كرب اسره او الام، الاب او الام، عارفين انا شو بدي من ابني وعارفين شلون بدي وصله لهنيك. يعني مثلا هلا طالب البكالوريا اللي هلا السنه الجايه بكالوريا، انا بدي اياه انه يصير انه والله يجيب علامات عاليه شو ما كان يطلع، ما اختلفنا. بس هلا لحتى يعمل هيك انا بحاجه اني شوف شو المواد اللي منقصته وادعمه فيها. هلا كثير من الاهل هلا نايمين، بنجي باول السنه الجاي يلا عود دروس، طب في مواد مقصر فيها ما حيلحقها، يعني في ضغط دراسه بالبكالوريا ما حيلحق، فانا ما عندي خطه. فمن اهم مبادئ اداره الوقت انه وجود خطه. هي الخطه مثل ما تفضلتي وين بدها تكون؟ عند الاهل مو عند الابناء، يعني بدها تكون موجوده عند الاهل، عندهم خطه وعارفين وين رايحين. هلا في بعض التقنيات هيك المساعده، مثلا انه يكون في عندي جدول مهام، انه انا اعرف حالي اليوم شو اليوم شو بدي اساوي. بكتب اما على الواتس او على الورقه انه انا بدي اعمل كذا وكذا 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 هذا اليوم، بيجي اخر النهار ما ساويتهم، فبقعد انا وابني او انا وبنتي انه نحن كان في عندنا هدول الاشياء وما صاروا، بنعالج انه شو السبب. مثلا احد التقنيات الاخرى واللي هي كثير كثير هامه انه وضع مده زمنيه لكل مهمه. يعني مثلا هي الشغله بدها نص ساعه، احيانا عم تاخذ 3 ساعات، ففي مشكلة بدي اشوف ليش عم تاخذ 3 ساعات، في هدر بالوقت يعني. بدي اطلع انه ليش عم يروح الهدر وحاول اني اعالجه. فاما جدول مهام او انه تقطيع الوقت على الهي، او انه مثلا شوف الاعمال المهمة بلش فيها، احيانا في اعمال مهمة واحيانا في اعمال عاجلة ما بقدر اخرها بنوب نوب انه هلا لازم ساويها. فكمان انا بدي ميز بين هدول حتى العاجل انه هذا ما في تاخير. يعني والله فقنا الصبح مقطوع النت، انه ليش مقطوع النت؟ والله ما لنا دافعين الفاتوره. فهذا انه يعتبر انه عاجل، انا لانه اهملته قبل بالنهار يعني صار عندي مشكله بثاني نهار. فبدي ميز بين الامور المهمه وبين الامور العاجله انه اللي لا تحتمل التاخير. فبرد بقلك انه الاهل بده يكون في عندهم رؤيه، بده يكون في عندهم خطه لحتى يقدروا انه يديروا صح. بدي افكر انا شلون بدي اوصل للهدف لحتى اقدر ادير ابنائي صح. ما اجي اقول انه والله ما عم يزبط معي شيء، ما عم يزبط انه انا مالي مزبط، ما ما مالي عارفان الخطوات اللي بدي امشي فيها كل يوم. انا عندي الهدف الاخير، اما كل يوم ما عندي، فهون مشكله كمان. اكيد. قبل ما نختم استاذ، خلينا نحكي عن قانون القيمه المضافه وكيف ممكن خلينا نقول هيك يستفيد منه الاهل والطلاب بالعموم او اي حدا حابب انه هو يدير وينظم وقته. تمام. هلا هذا خلينا نقول استفاده هادئه من الوقت. يعني كثير كثير قانون القيمه المضافه يا ريت لو نقدر نطبقه بكل مناحي الحياه، يعني بالاهل وبالولاد وبالعمل وين ما كان. قانون بكل بساطه انه انا الاشياء اللي انا هامه بالنسبه لي حامنحها كل يوم، خلينا نقول جزء صغير جدا 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 من الوقت، يعني 10 دقائق ربع ساعه مو اكثر. انا بدين
عندي مشكلة صحية، فأنا بحاجة إني أمشي وأتحرك. فأنا يا أما بروح بسجل بنادي أو بعمل حمية بحرق الجسم وبحرق الصحة وبموت حالي. بإمكاني أنا استبدل هذا الشيء بعشر دقائق أو ربع ساعة مشي كل يوم، أو رياضة أو جري أو شو ما كان، وين ما كان بقرني قريبة، استغني عن الضغط الشديد اللي ممكن الصحة توصله. عندي دراسة، ممكن أنا بعشر دقائق أو ربع ساعة مثلا مادة اللغة الإنجليزية. بتذكر أحد وقت كانوا أولادي بالابتدائي كانوا يلموهم بالباحة الصبح فيحفظوهم غنية عبارة عن الأسماء الخمسة، عبارة عن الجموع، يخلوني يرددوها كل يوم خمس دقائق الصبح. كانوا كل يوم خمس دقائق الصبح يعملوا لهم فحص أو إملاء بالهمزات، حصراً بالهمزات خمس دقائق الصبح. هل إملائيتهم ممتازة جداً؟ هي خمس دقائق ضايعة هو طبعاً ولا محسوبة. إذا بدك تتعلم أي شيء الممارسة هي على طول الأيام بتصير روتين وبتتقن الشيء اللي عم تتعلمه بشكل وما بياخد أسرع. وقت كبير أكيد نحن خلص وقتنا معك أستاذ، ونتمنى هيك نكون أغنينا المشاهدين بمعلومات جداً مفيدة، ونتمنى السلامة للجميع والخير والتوفيق أكيد. بتشكركم، أتمنى هيك أوقات سعيدة للجميع إن شاء الله. شكراً لك أستاذ صفوان، وأكيد على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم. شكراً.